السلام عليكم البنات، كيداير لاباس عليكم؟ بخير، كيداير مع الصحيحه؟ نتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم بغيت نصاوب معكم واحد الكيكه ديال المول العجيب. المهم نبداو على بركه الله. بسم الله، عندنا كاس سنيده، كاس الماء، كاس الزيت، باكيه كاوبيل. المهم غنشدوا هاد المكونات غنخلطوهم. بسم الله، غنخلطوا هاد المكونات وغنديروهم فوق نار مهيله حتى يندمجوا لنا المكونات مزيان ونغلاو شويه. غنبقاو نحركوا على نار مهيله حتى يندمجوا لنا المكونات ويعقادوا شويه، ماشي بزاف، يعقادوا غير شويه. من بعد من غلى لينا الخليط ديالنا، ملي غلا بحال ما هكايا صافي كنحيدوه. دابا ملي حيدنا على النار غنقصو منو كاس بهذوك الكيسان اللي عبرنا بهم في الاول. ها هو كاس صافي، وغنخليو الخليط ديالنا يبرد، خليوه على جنب يبرد حتى يبرد عاد كنكملو الكيكه ديالنا. من بعد ما الخليط ديالنا برد غنفرغوه في المول. صافي دابا غنضيفو عليهم البيض، ضفنا عليهم ثلاثة البيضات. مقيدة الخل صافي، واحد جوج خمارات. سمحوا لي انا سهيت ما طربتش البيض هو الاول، عاد ضفت الخماره. مهم ضروري تطربي البيض عاد عاد الخمارات. مهم دابا نزيدو الطحين، الطحين ضروري تغربلوه. صافي دابا غنخويها في المول ديالنا. صافي دابا ملي خويناها في المول ديالنا غندخلوها الفران تطيب ونرجعوا معاكم. ودابا كيكه ديالنا وجدات، هذاك الكاس اللي نقصناه من القوام الاول ها هو دابا غنديروه باش يعقد. نزيدو عليه الشوكولاط، نزيدو عليه شوكولاط مربعات ونزيدو عليه دانيس.
شفتوا دابا من بعد ما الكيكه ديالنا وجدات سقيناها شويه الماء والسكر والحامض. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، كتجي رائعه، كتذوب في الفم هشيشه ورطبه. وإلى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بلي لايك وبكومونتير زوين. الله يسهل عليكم والله يخلي لكم معز عليكم.